باكستان ورسائل يوم نفذت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها التصريحات العدوانية لرئيس الوزراء الهندي، وتتسم العلاقات بين الهند وباكستان الجارتين النوويتين بالفتور في أحسن الأحوال منذ تقسيم شبه الجزيرة الهندية عام 1947. نهاية الموجز في أمان الله. عشت اليوم الأول الحياة وحدة كتبدأ من حلم وكتسالي عامين. الأم الأب والعائلة بها مهتمين متعاونين في هذه الرحلة، خاص المرة تبعنا ما تعيش سليم وترقب صحتها مع مهني الصحة. وفي الساعة الأولى من الولادة كتبدأ الرضاعة وحليبها بوحده كافي في 6 شهور الأولى، حيث فيه الخير والبركة بلا ما بلا حاجة أخرى. من بعد 6 شهور تكمل الرضاعة الطبيعية حتى العامين، ولكن لا بد ما ندخلوا معها تغذية تكميلية حيث فيها منفعة وطاقة للجسم والعقل. وما نسوش العطف والمحبة والعناية بالطفل باش يكون صحيح بجسمه ونفسه ويتعلم ويحقق كل هم. ألف يوم الأولى في الحياة أساس مستقبل أطفالنا. قدمت لكم هذه الحملة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تحية طيبة مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية، كنحييكم أنا عمر القادري من القلب النابض للمدينة الحمراء، الساحة العالمية ساحة جمع الفناء. في هذه الحلقة من برنامج صيف بلادي اللي غادي يمتد بنا إلى غاية الساعة 8 مساء، كيسعدني نرافقكم خلال هذه الرحلة الأثرية ونعيشوا جميع أجواء الصيف اللي بدون شك هي أجواء حارة جدا، وسجلت إلى حدود يوم أمس أعلى نسب في درجات الحرارة المسجلة على صعيد المملكة واللي بلغت 49 درجة مئوية. نعم 49 درجة، غادي يتبادر لديهن عدد من الناس أن مدينة مراكش غادي تكون قليلة الحركة والنشاط بالعكس، فوتيرة حركيتها المعهودة لازالت مستمرة في عز هذا الحر، وساحة جمع الفناء تعج بالحيوية والنشاط، والسياح سواء الأجانب والمغاربة من داخل وخارج الوطن كيفضلوا يتوجهوا لها، وصريحتهم هي خير شهيد على حيوية هذا الفضاء. Jamal al-Fada is very beautiful. C'est super chouette, c'est original. C'est pas comme chez nous. We really like Jamal. It's so colorful and beautiful. Lots of people, lots of different smells. It's a really intensive experience. Mais c'est super beau, c'est plein de vie et tout. C'est très chouette. وبدون شك أنا سير جاذبية ساحة جمع الفناء لكل زوار المدينة الحمراء راجع بالأساس لعدة عوامل اللي غيوضح لنا الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد شتري. مراكش بصفة عامة هذه جاذبية سياحية لي مهمة، وساحة جمع الفناء لأنها واحد التراث العالمي، كتبقى واحد المكان ما يمكنش لواحد السائح اللي هو أجنبي أن يجي لمدينة مراكش دون زيارة ساحة جمع الفناء، اللي كتبقى محطة لي مهمة تخلق الثروة وتخلق مجموعة من مناصب الشغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة. Thank you.
I'm